أكثر شيء تركت أزعل عليه صورة للشام القديمة قبل 120 سنة، صورة للشام القديمة لسه عمي ماشي بيه ولا سيارة غير سيارة الرئيس كانت تمشي بيها. بلشت العملة القديمة شفتها بلشت تروح، يعني صارت كان النص فرنك والفرنكين، وبعض العملات القديمة اللي كنا نتداولها بلشت تخف. صرت أجمع اللي بعرف الأقدر عليه من جمعه وحاول أنميه وخبيه على أساس أنه يظل عندنا يعني كذاكرة شعبية قديمة. رسالتنا للجميع انه الواحد يحافظ على تراث بلاده، من كان عملة من كان اواني من كان لباس من كان كله هذا يدل على اثرنا احنا واثر ابائنا واجدادنا من دور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة الى هذه الساعة.